ولك اي 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 ولاد الحبال شو فيكيشن، الله يسترك يا دونا ايشن. جايز خدت القرار وحطيت الاولاد بسمر كامب من الساعه 8 الصبح ل 5 بعد الظهر. حشتاق لهم. لا عن جد كنت عم ببكي قد ما كنت مقهوره. اشتريت حلق وشفت هيدا الطقم فكرته للولاد الصغار طلع للكبار. مدام وين رايحه بالحفاض؟ وين يا عمري وين؟ ايش هيدا اللبس هيدا من ريتا عرة؟ المهم عجبني هيدا الكليب من ريتا عرة، كتير حلو، اشتريته كمان. والله العظيم اشيت المحل، اشيته اش لايكو مايويات، تيشرتات، فانيلات، سرميات، اللي بدكن ياه موجود هون. هلا باخر فيديو فرجيكم كل شيء اشتريته، وبدي اياكم تحزروا قديش حطيت حق الغراض. يلا يا شطوره احزري. خلصنا من المحل وفقلين. يلا شو حلو الشعور. مدام خبريني، شي مره بتحسي حالك بدك تنتفي شعراتك بالمول؟ لانه 7000 مره بتقولي لاولادك مدق بالحرف، مشي مزبوط، ما تركض بالمول، ما تعجق بالمول. عن جد شعور حلو، حاشتاق لهم كثير بس يكونوا بالكامب. من بعد ما خلصت الشوبينج الحلو لاحظت انه شعري بده صبغه، فقلت رح اروح عند جوزي يصبغ لي شعراتي. حضرت له الصبغة لجوزي لأنه كان مشغول، فهيدا شي كتير حنين علي. حطينا أول شي وتاني شي وخلطنا هالشي وطلع ما بو شي. ملحم عم بيصبغ لي، ملحم هو عنده صالونين رجالة، الحمد لله مش نسواني لأنه كنت نتفت حالي. المهم السقة نسوان، المهم السقة. يعني يلا يا شاطرين، قد ايه بتقولوا حطيت حق كل هالغراض؟ بدي اعرف بالدولار وبالسنت. وهون عم برقص بالفاتوره، بركي بيجيب هالفيديو لايكس لانه العم بقلكم صرتوا ما بتحبوا غير الرقص وتقل حالك على الابلكيشن. يلا حلو عني باي.